الأحرار. من بيت الأحرار نشيد الوطني ديالنا اللي خصكم تعرفوا أولا هو أنه عنده 62 عام واللي لحنو هو لو فرونسي ليو مورغان لو شيف دو ميوزيك دو لا غارد شيريفيان واللي كتب الكلمات هو الكاتب الكبير مولاي علي السقلي الحسيني ماشي لا ميتريس واش كتبوا من بيت الأحرار ولحنوها نفس الوقت لا ولدي فكرني في سميتك علي علي لا النشيد الوطني ديالنا ما تكتبش وتلحن في نفس الوقت في 1956 في وقت البروتكتورا خلال فترة حكم محمد الخامس يلاه كان غير تلحن كانت غير الموسيقى عاد من بعد جات الكلمات من بعد وديك الساعات في ديك الفترة ديال الحكم ديال محمد الخامس كنا كنستعملوا النشيد الوطني غير في المناسبات الرسمية ديال المغرب فقط ميتريس ميتريس وفوقاش تزادوا لي بارول لي بارول كلمات تزادوا على اللحن في 1969 اذا تزادت 13 عام من بعد عاد تكتبوا الكلمات على الموسيقى ديال النشيد الوطني ديالنا ومن بعد 13 عام ما جاوش غير جاوا عطاو الكلمات بحال دابا الكاتب قالوا له انت غتكتب لنا الكلمات نو القصر لو بالي رويال ا لانسي ان كونكور ديكريتور دو بارول وعطاو بزاف الكتاب غادي يكتبوا كلمات اللي غادي نستافدوا منها النشيد الوطني ديالنا وشكون اللي فاز بهذه المسابقه هو الكاتب الكبير مولاي علي السقلي الحسيني اللي اختاروا جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله متخاس وي فاش غنى النشيد الوطني اول مره او لا 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 ça ça remonte à très 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 longtemps j'ai dit alors l'hymne national a été chanté pour la première fois pendant la coupe du monde au Mexique le 3 juin 1970